استهداف حوثي يطال ناقلة نفط سعودية تم الإعلان عنه بشكل رسمي في مياه البحر الأحمر. بالتزامن أكدت المهمة الأوروبية إسبيدسا أن ظروف عملية إنقاذ الناقلة النفطية سونيون التي ضربها الحوثيين ليست مناسبة وليس من الآمن المضي فيها، مشيرة إلى دراسة حلول بديلة مع التأكيد على مواصلة اشتعال النيران فيها. وفي سياق الهجمات الحوثية، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين هاجموا في 2 سبتمبر الجاري ناقلتي نفط خام بصاروخين باليستيين ونظام هجومي بدون طيار، مؤكدة إصابة سفينتين إحداهما ترفع علم السعودية والأخرى ترفع علم بنما. وكانت قد أعلنت القيادة الأمريكية أنها نجحت في تدمير منظومتين صاروخيتين في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. وفي السياق، قالت شركة البحر السعودية أن الناقلة النفطية أمجاد كانت تعبر شمالاً في البحر الأحمر بالقرب من ناقلة أخرى كانت قد تعرضت لهجوم، مؤكدة بأن الناقلة لم تكن مستهدفة ولم تتعرض لأي أضرار أو إصابات، وتعمل بكامل طاقتها وتواصل رحلتها نحو وجهتها النهائية المخطط لها دون أي انقطاع. هذا وأعلنت ميليشيا الحوثي عن استهدافهم السفينة التي أعلنت عنها القيادة الأمريكية والتي تحمل علم بنما في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة دون الإشارة إلى استهدافهم السفينة السعودية. وفي وقت سابق، بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي خلال لقائه هيئة التشاور والمصالحة جهود إحلال السلام في البلاد. لقاء العليمي برئاسة هيئة التشاور استعرض المساعي الإقليمية والدولية لخفض التصعيد الاقتصادي في البلاد وإحياء العملية السياسية بموجب خارطة الطريق المطروحة من المملكة العربية السعودية. وأكد العليمي حرص الدولة على تعزيز حضور الهيئة الفاعل في تقريب وجهات النظر وتجسير الثقة بين كافة المكونات المناهضة للمشروع الحوثي. هذا وقد خرجت جولة المفاوضات الأخيرة بين الشرعية اليمنية والحوثيين المنعقدة في مسقط برعاية أممية سعودية بنتائج لصالح جماعة صنعاء دون أن يخرج الرئاسي بأي بند يعزز موقفه في العملية السياسية لإحلال السلام. وفي ظل التصعيد الحوثي المستمر، يتواصل تكثيف المساعي الدولية الداعمة لحل الأزمة في اليمن وتحقيق السلام في المنطقة. وعلى ضوء ذلك، عقد وزير خارجية حكومة عدن بالعاصمة السعودية الرياض لقاءين متفرقين مع سفيري فرنسا وأمريكا لدى اليمن، جرى خلالهما بحث مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والمنطقة والوقوف على الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التصعيد وتحقيق السلام في اليمن. واليوم مع كل ما تمر به البلاد تحضر وبقوة حضرموت في معادلة الصراع على الثروة وإدارة النفوذ، حيث أن الأهمية الاقتصادية للمحافظة الغنية بالنفط وكذا أهميتها السياسية والجغرافية في موازين القوى جعلتها ساحة لتنافس قوى اليمننة عبر أدواتها الداخلية في المحافظة. تصريحات لمحافظ حضرموت اختصرت مضمون الصراع الراهن في المحافظة. نتابع. ربما لم تتضح صورة الأحداث بحضرموت وما يجري خلف الكواليس اليوم، لكن خطاب محافظ المحافظة الأخير أسدى الستار عن أغراض وأهداف سياسية يقف خلفها حلف القبائل ورئيس وكيل أول حضرموت في مطالباته بالحقوق. في تصريح جريء للمحافظ يكشف خفايا الصراع الظاهر للبعض والباطن للآخر. كيف لي أن أقف مع حقوق حضرموت وأنا أقطع عنها الخدمات؟ هذا ليس حقوق، هذا صراع سياسي. حقوق حضرموت لا يمكن أن تنحصر على ديزل بترومسيل فقط، فهناك الكثير غائب. وبالنظر إلى ما يحدث اليوم في الهضبة وما جاء به محافظ المحافظة من تصريحات رمت بسهامها وبقوة نحو رئيس حلف القبائل وكيل المحافظة الأول، فإننا نقف على طبيعة الأهداف التي يسعى لها الحلف. وبالمقارنة،
فإنما أعلن عنه مناصري رئيس الحلف بعد هذا الخطاب من توجيهات برفع الجاهزية وانتشار حشودهم المسلحة على الطريق يتوافق تماما مع تصريحات المحافظ. يجمعون حلف حضرتنا، ما شخص بيتكلم باسم حلف بيجيب مجموعة، لماذا؟ من أجل يقوم المحافظ يقول هذا مش حلف حضرموت، بيوقفون كلهم بناديقهم بيقولون لا نحن حضرموت، هذا اللي بيحصل. حضرموت ولا غبار في ذلك، هي محطة أنظار القوى اليمنية التي تخطط للحصول على مكاسب من الثروة الحضرمية عبر أدواتها في الداخل، كما أن خطاب المحافظ ومن وجهة نظره ظهر وكأنه يدرك أن إجراءات حلف القبائل لها تبعات كارثية، وإلا ما شبهها بلجان اندلعت بسببها الحرب في البلاد حتى وإن لم تشفع له التصريحات في معالجة الأزمات للمواطن. أحد بيجيب فرض نفسه على موضوع معين ولا على وصاية معينة ولا حد يعملنا ليان منسوخة من أنظمة قامت الحرب من أجلها. ومن المؤكد أن ما يدور في حضرموت لا يمكن فصله عما يعتري المجلس الرئاسي الذي لم يتجاوز عمره 3 أعوام من خلافات وصراعات داخلية، خاصة وأن حضرموت هي الرقم الصعب في معادلة العملية السياسية القادمة التي لم يكتب لها البزوغ بعد رغم ضبابية مضمونها وشكلها. تصريحات محافظ حضرموت كشفت عن حجم تمسكه بالدولة، فهو القادم من حضن حزبها الحاكم سابقا والمنبوذ اليوم، وإلا ورغم عدم الانصياع لمطالب الحلف لكنه أعلن عن مقترحات وضعها على طاولة الحلف لإنهاء الصراع، ومن أبرزها تسليم رئيس الحلف بصفته وكيلا أول للسلطة إدارة ملف الكهرباء وتحمل كامل تبعاته. ومن المعلوم للجميع أن فوارق ديزل بترو مسيلة هي مربط الفرس في هذا النزاع. لكن الأسوأ في الأمر أن لا أحد يدرك من ستكون له الغلبة في هذا الصراع الذي تجاوز حدود حضرموت، فالمشاريع متباينة والأحزاب اليمنية لا تبخل أبدا في دعم هذا الطرف أو ذاك من أجل خلط الأوراق وإدخال حضرموت في مماحكات وصراعات حزبية استباقا لأي مفاجآت، كما أن استمرار الصراع والتنافس بشكل عبثي يذهب ضحيته المحافظة ومواطنها الذين يتوجهون إلى الساحات للتظاهر ونصرة طرف ما على حساب الآخر رغم أنهم مواطنون بلا خدمات وبلا مستقبل.